معنا من جبل لبنان مراسلنا سلمان العنداري. سلمان، يعني الطرف الإسرائيلي، بعض التقارير والأطراف الإسرائيلية صرحت عن قرب إيجاد اتفاق. الجانب اللبناني هل يعني يشاطر هذه الآراء؟ هل هناك معلومات على مستوى الرسمي أو الأطراف الأخرى اللبنانية؟ ماجد، الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني يتحدثان عن نتائج إيجابية أو أجواء إيجابية فيما يتعلق بهذا الاتفاق المرتقب، ولكن على الأرض حتى الساعة لا يوجد أي معطيات جدية في هذا الخصوص. أمس هوكشتاين كان يتوقع أن يزور لبنان قبل موعد 25 من شهر أغسطس، ولكن حتى الآن بحسب المعلومات لا مواعيد رصدت في قصر بعبدة أو في السراي الحكومي مع المسؤولين اللبنانيين. كان يفترض بهوكشتاين أن يتحدث إلى المسؤولين اللبنانيين ويعود إلى لبنان بأجوبة على الاقتراحات التي قدمت قبل فترة، ولكن حتى الآن هذا لم يحصل. هذا الأمر ربما يفسر وجود بعض العقبات رغم الحديث عن أجواء إيجابية في هذا الإطار. لبنان يتمسك بكامل حقوقه كما يقول الرسميون فيما يتعلق بالخط 23، إضافة إلى حقل قانا كاملا. أما الطرف الإسرائيلي بحسب المعلومات التي تنشر فإنه يقترح أن يكون هناك بعض التعديلات في هذا الموضوع في الخط المتعرج، وأيضا فيما يتعلق باقتطاع بعض المساحات من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في المنطقة رقم 8 لأن يكون هناك خط إسرائيلي للإمداد، إمداد الغاز. كل هذه التفاصيل غير واضحة حتى الساعة، ولكن الواضح بأن هناك توتر، وعلى الرغم من هذه الأجواء الإيجابية خصوصا وأن حزب الله كان هدد بأنه مع نهاية سبتمبر سيكون هناك تصعيد في حال لم يكن هناك أي تقدم في هذا الملف. من جبل لبنان مراسلنا سلمان العنداري، شكرا لك سلمان.